ولفضيلة أخرى حازا مصعب بن عمير رضي الله عنه أنه مات ولم يقطف من الثمرة شيئا، ثمرة الدنيا. هنا يشير بعض العلماء إلى أمر، وهو أن الشخص الذي وسع عليه في الدنيا قد يؤثر هذا على نصيبه الأخروي. واستدل هؤلاء القائلون ببعض الأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما قوم خرجوا غزاة فغنموا فقد تعجلوا ثلثي أجرهم، أو بلفظ قريب من هذا اللفظ. واستدلوا أيضا بأن الأنبياء الملوك وإن كانوا أنبياء ولهم عند الله زلفى وحسن مآب، إلا أنهم في الجملة أقل درجة من أولي العزم من الرسل. فإذا نظرنا مثلا إلى الأنبياء الملوك كداود عليه السلام ويوسف عليه السلام، يعني أنه كان عزيزا لم يكن ملكا، وكذلك سليمان عليه السلام، وأنبياء بني إسرائيل كان منهم ملوك وكانوا يسوسون بني إسرائيل، لهم عند الله منزلة عالية، لكن أعلى منهم أولو العزم من الرسل، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ورسولنا محمد عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. فأولو العزم من الرسل أعلى مرتبة وأعلى منزلة من الأنبياء الملوك. ولذا فلما خير الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن يكون نبيا ملكا وعبد رسول أو عبدا رسولا، قال جبريل له: يا محمد تواضع لربك، فاختار أن يكون عبدا رسولا. فلذلك لا يحزن كثيرا من لم يوسع عليه في أمر دنياه، ولم يكن رسولنا يسأل ربه الغنى، وإن كان سؤال الغنى والتوسعة في المال سائغا وجائزا، ودعا به بعض الأنبياء كسليمان إذ قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وأيضا قال النبي في شأن أنس بن مالك: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. لكن دعاء الرسول لنفسه ولأهل بيته لم يكن كذلك، إنما كان يدعو: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني نقتات، يعني ما يكفينا يا رب نقتات به في الدنيا يكفينا، ولا نمد الأيدي لأحد، وكذلك لا يطغينا، ليس بالغنى الذي يطغينا. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، والله أعلم. فالشاهد أن خبابا لما مرض وعاده العواد ذكر أصحابه، فخباب عاش إلى أن وسع الله عليه في المال وفتحت الفتوحات على المسلمين، فكان الرجل من الصحابة أو من الفاتحين ينال من الغنائم أشياء كثيرة، ليس فقط 100 من الإبل كما حاز أبو سفيان يوم حنين بعد إسلامه، لا، إنما كانوا أحيانا يأخذون أراضي مثلا بالمئة فدان بأكثر من بعض البلاد، ومنهم من لم يأخذ من ذلك شيئا ومات ولم يأخذ من ذلك شيئا، فلذا فمنزلته عند الله سبحانه وتعالى أعلى. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد وهو ابن زيد